مقالي ومقاله الافتئات على الحقيقة كلام له تمن. ايه القصة أستاذ إبراهيم؟ الواحد مش قادر يصدق والله كيف وصلت الأمور إلى هذا المستوى. كل موضوع عبارة عن لي واضح وصارخ وجريء ولا يكترث بالحقيقة، ويعلم أن سهل جدا أنك تفندها، ولكنه يعتمد على الإلحاح، أن يذكر الأمور عكس ما حدثت عشان يؤثر على مجموعة بترتاح بهذه التفسيرات. بداية من قضية الباسكتبول، بقضية حتى ما يكون لكش علاقة بيها، قضية التحكيم في مباراة الأهلي، هسألك عليها دلوقتي. ما أنا بقول لك مش هنخش في تفاصيل. أنت بتسألني، ناهيك بقى عن كل ما سبق باستمرار تقول للناس يمين ويقولوا لك شمال. خلينا بقى كل حاجة في ميعادها. طيب، كل حاجة في ميعادها، لكن هي يا جماعة الافتئات على الحقيقة بتبقى الدنيا واضحة جدا وظاهرة جدا، لكن فجأة الأمور تاخد سكة تانية خالص والناس تصدق ويظهر إنه ده كلام له تمن في هذا الافتئات على الحقيقة. لكن خليني من الافتئات على الحقيقة إلى الحقيقة. الأهلي بيدخل معسكره بكرة إن شاء الله تعالى، بيتش موسيماني يمكن بيعقد مؤتمر الآن لكنه اختار القائمة هسألك عنها. بيتش موسيماني اختار لمباراة سيمبا محمد الشناوي وأحمد رمضان بكم ورامي ربيعة ومروان محسن ومحمد شريف وليد سليمان وأيمن أشرف وبدر بنون وحسين الشحات وأليو ديانج وعلو لطفي وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وناصر ماهر وأكرم توفيق وولتر بواليا وطاهر محمد طاهر جونيور أجاييه ومحمد هاني ومصطفى شوبير. كابتن خطيب كمان اجتمع مع بيتسو موسيماني المدير الفني في حضور كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بهدف متابعة استعدادات الفريق وتلبية احتياجاته في الفترة اللي جاية، واستعرض بيتسو موسيماني كل الارتباطات اللي جاية ووجهة نظره في تجهيز الفريق فيها، بينما حصل ياسر إبراهيم على راحة من المران بسبب إجهاد في العضلة الضمة. مبدئيا عندك تعليق على القائمة؟ ما هي خلاص، ما انت قلت مثلا ياسر إبراهيم عنده إجهاد في العضلة الضمة، هي في حاجات بتجاب عن نفسها، ولذلك ربما تجد دور لرامي ربيعة وبيكم يعني وناصر ماهر بيدخل. ناصر ماهر كلنا مترقبينه لأنه كان بادي بداية ولا أروع هذا الموسم. والحقيقة لعن الله الإصابة اللي عمالة عيني تحرم اللعيبة من تألقها، لكن كل شيء بيتعوض بإذن الله. طيب، في كمان منذ لحظات صدرت قرارات لجنة الانضباط في اتحاد الكورة وليها بعض التفاصيل شوية. لجنة الانضباط في اتحاد الكورة برئاسة المستشار سيد بن داري طلعت عدة قرارات بخصوص يا جماعة واقعة منتخب الشباب. فاكرين منتخب الشباب بقيادة الكابتن ربيع ياسين لما راحوا لعبوا في تونس بطولة الأمم الأفريقية وحصل انتشار لكورونا داخل الفريق والاتحاد الأفريقي رفض أن يكمل منتخب مصر البطولة وحصلت تحقيقات في اتحاد الكورة. كانت نتيجتها أنه لجنة الانضباط النهاردة طلعت مجموعة قرارات بخصوص فريق 2001. أولا، إيقاف الكابتن محمد ربيع ياسين عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة 6 أشهر وتغريم المدير الفني السابق 200,000 جنيه. إيقاف وليد منظور طبيب المنتخب السابق عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة 3 أشهر وتغريمه 100,000 جنيه. تغريم اللاعب عبد الرحمن أحمد لاعب نادي إنبي ومنتخب الشباب 2001 50,000 جنيه. تغريم اللاعب حسام أشرف لاعب نادي الزمالك ومنتخب الشباب 20,000 جنيه. تغريم اللاعب عربي بدر لاعب النادي الأهلي المنتقل إلى الجونة ومنتخب الشباب 2001 مبلغ 20,000 جنيه. إيه رأيك في عقوبات على لاعبين بالغرامة؟ أنا ما شفتش تحقيق عشان أقدر أعلق عليه، لكن واضح إن يعني التحقيق أسفر عن تحميل بعض الأشخاص مسؤولية ما حدث من تعرض البعثة ل يعني انتشار كورونا، ويبدو إن في خروقات تمت. وهو ده اللي بص،
بصرف النظر بقى، لان طبعا انا لا اعلق على امور كانت قيد التحقيق وانا ما عنديش تفاصيلها. ايوه. انما لما يتقال هذا الكلام ما فيش معنى ابدا لحد يطلع يناقش الامر من منظور اهلي وزمالك والنظام اتحط عشان يحترم. النظام يا استاذ ابراهيم اتحط عشان يحترم، ولنا في اما يجي ميعاد التعليق المناسب، لان انا مندهش جدا جدا جدا. هو احنا للدرجه دي بقينا نستسهل خرق النظام وكانه القاعده ان يوضع النظام ليخترق ولا يحترم، واذا احترم ناخده في سياقات اخرى ونخلق له بعض الشكليات الغريبه التي ليست لها صله بالموضوع عشان ناخد الجماهير في سكه المظلوميه. الوضع مش كويس وخطير، ولابد يعني لابد يبقى في حد بقى بيتدخل يظبط هذا الاداء اللي يعني اللي يمكن استمراره، لانه بيقودنا الى حاجات ما احناش عارفين هتوصلنا لايه. طيب، وبرغم ان احنا فعلا زي ما المهندس عدلي قال مش قدامنا تفاصيل التحقيقات اللي جرى فيها، لكن خلينا نتكلم على فكره معاقبه لعيبه على انتشار وباء. هنا انتشار وباء نتيجه اهمال اداري، نتيجه عدم التشدد او عدم مراعاه الشروط الاحترازيه الكافيه. ده خطا اداري، وخطا اداري كان يسال عنه مجلس اداره الاتحاد انذاك برئاسه الاستاذ عمرو الجنايني. المجلس وقتها قالوا انه رئيس البعثه الدكتور جمال محمد علي ما سافرش مع البعثه من الاول. لكن انا بعاقب مدير فني على انتشار مرض بين البعثه. هنا في دكتور مسؤول، وكان المفروض في رئيس بعثه مسؤول، وكانت في اجهزه مسؤوله، لكن فكره ان انا بوقف المدير الفني عشان خطا حصل ما هوش خطا فني، ثم بعاقب لعيبه بغرامات. زي ما قلت لك مش هعرف احكم مدى مسؤوليه هؤلاء الاطراف عما حدث. يعني دائما، وانت قلت لو كان في رئيس بعثه كان اقدر واحد يقول لنا المسؤوليه فين، او المدير الاداري للبعثه. ما هو يعني كلها اجراءات اداريه، هو معاقب. هو معاقب. لا يعني انا شايف المعاقب الطبيب، يبقى هو يعني وليد منظور طبيب المنتخب. طيب انا بص، يعني ايقاف المدير الفني وطبيب الفريق وثلاث لعيبه، ما عنديش مسؤوليه اداريه هنا خالص، رغم ان الخطا اداري. لا، مش بالضروره يكون اداري، وعلى فكره مش بالضروره يكون فني. الخطا ممكن يبقى شخصي. انت في واحد خرج زي الفقاع. هو احنا لما كنا في كاس العالم، هو ليه الناس كانت متشدده جدا وظهرت لما الكابتن حسين الشحات والكابتن كهربا راحوا سلموا في المدرج، خرقوا هذا السياج. مسألة لما تيجي تحقق فيها ما تقدرش تعرف هو خلل إداري ولا خلل من مين؟ مؤكد ما دام الأمر يتعلق بإجراءات بره الملعب داخل البعثة فهو شأن إداري. شأن إداري في البداية. دلوقتي الراجل شغال مدير فني في بتروجيت، وبتروجيت طلع بيان، هو ذنبه ايه في مرحله مهمه جدا من المنافسه؟ هو بس انا معاك هنا بقى. كان من الممكن ان القرار دي تبان بدري، لكن انا دلوقتي في فرقه انا بعاقبها معاها مدير بيحقق نجاحات، هي ذنبها ايه؟ بتروجيت وقت ما تعاقدت معاه ما كانش في عقوبات عليه. يعني ممكن بتروجيت يقدم التماس وكابتن ربيع ومسألة حرمانه من ممارسة أي نشاط لمدة 6 أشهر. ده والستة أشهر دي من بداية وقوع الخطأ ولا من باب مزور العقوبة؟ ما هو عشان كده في مجال الاستئناف والتظلم. في يعني لأن في تداعيات أخرى، لكن صلب التحقيق أنا ما أحبش أعلق عليه. ما عنديش عندك تفاصيل؟ يعني أنا بتكلم في فلسفة العقوبة نفسها، الخطأ إداري والعقوبة فنية، وعلى اللعيبة حتى اللعيبة. أستاذ إبراهيم لا، الخطا مش ممكن ما يبقاش اداري بس، ما انا بقول لك لعيب اتصرف من نفسه عمل حاجه، عنصر من العناصر ايا كان اتصرف عمل حاجه، انا ما اعرفش
العنصر ده مدى مسؤوليته؟ هو مش في تحقيق؟ في تحقيق. هل منظور هل احنا قدامنا حيثيات العقوبه؟ لا، كنا نتمنى عشان نعرف واحنا بنعلق ان الناس دي عملت ايه. عشان التصرف ده احنا العقوبه وقعت بالشكل ده. لكن انت لمست نقطه مهمه جدا. الكابتن ربيع دلوقتي بيخوض مشوار مهم جدا مع بتروجيت، يحقق فيه نجاحات وطموحات. وكلام مش هزار، ده نادي عايز يصعد يعني. فكان ينبغي ان الحته دي برضو بتروجيت يشوف يحلها زي اذا كان هناك مجال للالتماس او تظلم. وكان واقعيا هيتقال ان الخطا من وقت صدور من وقت ارتكاب الخطا، العقوبه من بدايه الخطا، بس يبقى ما تنفذتش. لا، يبقى لو انت واقفه رهن التحقيق يبقى اتنفذت. ما يصحش انك تمد، واخد بالك؟ لكن اذا انت ما وقفتوش خالص ترجع تعاقبه. هتعاقبه دلوقتي وهو في ذمه مسؤوليه اخرى. الموضوع مش سهل، لكن في كل الاحوال احنا بنتكلم بقى على مساله الالتزام بالتعليمات. هو ده الخط اللي احنا عايزين نناقشه، مش نناقش. بص يا استاذ ابراهيم، النظام ما ينفعش ان تقول عاجبني ولا مش عاجبني، هو نظام اتحط خلاص. طرق الاحتجاج على النظام اللي مش عاجبك معروفه لحد ما تغير انت ملتزم بيه. لما يتقال حتى في السياسه، في كل حاجه، في كل حته في العالم، حق التظاهر ماشي، حقوق الانسان، بس اعمل 1 2 3 4، هتشتغل من دماغك هتعاقب. ما ترجعش تقول بقى ده حجر على حريتي، لان اللائحه او النظام او القانون قال لك طريقه الاحتجاج ايه. انت كمان هنا، ولذلك لما هنرجع للباسكت بول هتضحك. هو فين هو احنا بنناقش ايه؟ الحقيقه احنا بنناقش حاجه تانية خالص مالهاش علاقه بالنظام. احنا بنناقش نوايا، واخد بالك؟ وبنناقش ما هو انتوا لو كنتوا عملتوا كان حصل. نفس طريقه مناقشه تقييمات الانديه ولقب نادي القدم، لما يحصل الحاجه افصل لها موديل على مقاسي واحتج عليه. طيب، كمان في اطار انجازات النادي الاهلي الحقيقه ورعايته للرياضيين من ابناء النادي ومن اعضاء النادي، فاكرين مجلس الاداره الحالي اثناء الانتخابات اخذ على عاتقه مهمه رعايه برنامج ذوي الاحتياجات الخاصه، وضم ذوي الاحتياجات الخاصه لاجنده النشاط الرياضي في النادي، وبدايه رعايه رياضيه واجتماعيه لابناء الاعضاء من ذوي الاحتياجات الخاصه والهمم الخاصه. ساروا في نفس طريق الاهلي، فكانت النتيجه في كاس مصر للسباحه ابناء النادي الاهلي من ذوي الاحتياجات الخاصه والهمم فازوا بكاس مصر، البطوله اللي اقيمت في نادي 6 اكتوبر لاصحاب الاعاقات الذهنيه، كانت من 4 ل 6 ابريل، فاز فيها النادي الاهلي بسباحيه بالبطوله، حقق 50 ميداليه متنوعه ما شاء الله، جاب 34 ميداليه ذهبيه و8 فضيه و8 برونزيه. رئيس الجهاز الكابتن العجمي محمد، والمدير الفني الدكتور محمد فتحي، والمدير الاداري الكابتن محمود فؤاد، عشان يكونوا اصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصه يا باشمهندس ماشيين في نفس سكه بطولات الاهلي وانجازاته. اصل هو ده منطقي. ما هو اصحاب الاحتياجات الخاصه دول شريحه من المجتمع. اذا لما يكون انت عندك ينتمي اليك الجزء الاكبر من هذا المجتمع، هتجد بينهم الجزء الاكبر من اصحاب الاحتياجات الهمم، والجزء الاكبر من المميزين رياضيا فيها. دي منطقيه جدا يعني. هي بتعادل النسبه او حصتك من المجتمع. والاهلي بياخد كل الامور جد. اصحاب الهمم هو في ضغطه بجد بقى. تحيه انسانيه الحقيقه لكل واحد يمد ايده بدعم ومسانده ذوي الهمم واصحاب الاحتياجات الخاصه.